الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سوف أقدم خلاصة، بعدين نفصل على مهلنا. هذا أصلا جلسة احتسبها، تكون روحانية عالية الجلسة نفسها، لا يكون في اضطراب، لا عندك احتساب، الاحتساب يمنع الاضطراب. مثلا مريض واحد محتسبه، لعلها طهور لي، لعل الله يغفر لي، يا عندي مشاكل لعل الله يعفو عني. اصبر، اذهب للطبيب. لا، انتظر شوي، خلينا ننبسط بهذه الهدية التي جاءت. أيوة هدية، الآن سوف نفهم، بصير مبسوط هو في المهم. ما هي مصيبة أيوب عليه السلام، ما هي مصيبة اللي فيها، لأنه في هذا المستوى العالي. لماذا يقول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ معناته يوفى، هذه مفتوحة. الصابرون، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مش للعالم والقنوات والفيديوهات والتعليقات في الفيديوهات. نسخ ولصق، نسخ ولصق، نسخ. أنا صابر، يلا شوفوا يا جماعة ادعوا لي، أنا صابر. الصابر ما يبغى من أحد، حتى لو جاء واحد قال ادعي لك يفق، قال لا لا تدعي، خليه صبرك، خلنا نستفيد. هذا ما جاء عبث. صابر صابر، دحين مفهومة صابر، ليش؟ يأس وليس صابر، لأنه ذهب المستشفيات أو ذهب في محاولة التجارة ويخسر ويخسر، فقال خلاص إيش أسوي؟ صابر، قدر الله، هو صدق وكذب. قدر الله، صدق وكذب، كما المنافقين. إذا جاءك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كويسة ولا لا؟ والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يعرف الصدق، ليس في اللسان، الصدق في الحقائق في الداخل. أنا صابر وهو يائس، دعا ما في جواب، هو في جواب بس هو ما دعا، العكس، وبحث جميع الطرق وعمل كورسات في التجارة وما نجح، ويقول قدر. أيوة هو قدر، لكن ما أوجب عليك هذا القدر؟ دون القدر النجاح أوجب عليك الفشل، أوجب عليك المرض، ودون لا، قدر المرض، قدر الفشل، وقدر الصحة، وقدر النجاح، كله موجود متاح زي السوبر ماركت. أنت أخذت هذا، كيف أخذته؟ هنا رجع نفسك، أنت الوحيد اللي يعلم، ما في أحد غيرك. ليش؟ أول شيء في الأولويات عندك هدف عظيم من الله، هدف من خلقك، مطلوب منك. مو تجي تقول أنا سويت كل، كيف سويت كل شيء؟ ما مشيت على الهدف، أنا دعوته فلم يستجب، هو غلط. هو قال لك إذا سألك عبادي عني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألك عبادي عني فأني قريب، أقرب من حبل الوريد. هذا في قرب أكثر، أنت البعيد، وراءنا تدور، هو جنبك، هو مو جنبك، أقرب من حبل الوريد. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة داعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي، أنا أستجيب لدعائهم وهم يستجيبوا لدعائي. إذن واحد مقابل واحد، وليؤمنوا بي، إني أنا عندي الخير كله، فيؤمنوا بي ويطلبون ما عندي. يستجيبوا لي، يعني الناس يقولوا إيش يستجيبوا لي، كلمة يستجيبوا لي عامة، لا، هو دعاكم للجنة،
مو بالعبادات، بو هو أول، هو أول معبود، مو طقوس نعملها وخايفين مرعوبين منه. أول معبود نحب ونعظم ونكبر، وهو أكبر، هو أصلا من جهته هو الكبير المتعال. لكن هنا في الجوة مو هو الكبير المتعال، في كثير أشياء مكبرة ثقافيا موجود، يقول لك الله قادر، الله كبير متعال على كل شيء، وكمان بدون هذه الأشياء كيف أفعل؟ هي كبيرة ومتعالية وقوية والشافي، كل الأسماء في المخلوقات وفي الله. كيف تجي؟ لازم تكفر وتؤمن. تكفر بما هو غير الله، واحد أحد تؤمن به، لا شريك له، مو شريك الصنم لا. شوف الآية ماذا يقول الله: ومن الناس، ما قال المؤمنين، شوف، ومن الناس، منهم مو كلهم، هل أنت من الناس أو من المؤمنين؟ أنا جواب من الخالق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ند يعني زيه، ومن في حاجة، مو في العظمة، في حاجة مهمة أكبر من شغلة عظمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، ما قال يعبدونهم، يحبون، ولو قال يعبدونهم هو يحبونهم، بس في تشويش على كلمة عبدة، إنه الطقوس، طواف بالصنم، سعي وخلاص، وسجدة واركع وحط قرابين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فسر لك بعدين، يحبونهم كحب الله، سوى في الحب. والذين آمنوا، هذول الناس، قال لك الذين آمنوا أشد حبا لله، هذا الند لا شيء، سخر لكم ما في السماوات والأرض، والند وجوده في الدنيا، المتخيل أنه ند وأنه قديم ويدبر كل شيء وبدونه ما نستغني عنه، هو بس فقط في الدنيا، بعدين كله يفنى، يفنى بموتك يعني، مو يفنى بعدين، لما تموت أنت ما تلقى شيء من أشياء الدنيا مرة، بدون أكسجين أنت عايش، بدون بطن أنت عايش، جسد آخر جسد آخر، ما في جسد ما يهمنا، المهمنا حياة أخرى، برزخ آخر ليس فيه مولات ولا دكاكين ولا حكومات ولا شيء من هذا الذي نراه. فإذا أنت عظمت حاجة حقيرة، لكن انظر مثلا هذا 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 القلم، ايش رايتموه؟ ها، ارى كل شيء، وارى هذا هو، ارى الشاشه، ارى الغرفه، ارى كل حاجه، ولكن لو اقترب اكثر اكثر حتى وصل هنا لا ارى شيء. هكذا الدنيا جعلناها هنا، لا نرى الاخره، ولا نرى السقف، الغرفه أسفل الغرفة، على اليمين على الشمال، هنا في أشياء حاجات، ولو كان أمامك حديقة وعمارة، ضع شيئا هنا انتهى. فلما تضع الدنيا هي الأساس، تقول ها بدونها كيف أعمل بدونها، وخرها وتشوف أن الآخرة أبقى، وأنت 100% ذاهب إليها، 100% نرى الناس، تنتهي الأجساد وهم أباقين، اللي كان حي أكل شرب نام ساق سيارة هو موجود، لكن جسده الذي كان هو يحرك به السيارة، الذي كان به يأكل الطعام، الذي كان به رئيس وزير ملك رصيد عنده، الآن ما في شيء، لأنها صغيرة. فالمؤمن يصغرها، المؤمن أشد حبا لله، لأنه هو لا يفنى، المؤمن الإنسان كله هو، لكن هو فهم، هو لا يفنى، هو باقي، وربه باقي، وجسده فاني، فلا يقول أنا هذا، لا مو أنا، هذا جسدي، هذا ليس أنا،
هذا قلمي، هذا جسدك، أنت غير القلم، صح، أنت كمان غير الجسد، أنت لا تمرض، لا تموت، لا تملك ولا تملك أصلا، أنت حر، هذا أصلا، ولا تملك، تقول هذا حقي ملكي، لا، هذا مال جاء به الله ويذهب، هذه الزوجة جاء بها الله، ويمكن أنا أغادر قبلها أو هي تغادر قبلي، ينظر هذا الحياة، أولويات المؤمن غير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والله في آياتنا كنت أريد أخرها في الأخير لكن جاءت مقدما. قالت اليهود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، كما يقول المسلمين الآن، كفار نحن مسلمين، في فرق، في كفار مسلمين وكفار يهود وكفار نصارى، وفي غضب الله عليهم بس اليهود، والنصارى غضب الله عليهم ولعنهم وطردهم، والضالين مغضوب الضالين بس اليهود والنصارى، في مغضوب ضالين، ضالين موجود. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. لماذا نبرر؟ ما في نسبة عند الله بالاسم، بالحقائق في الداخل، الكفر في الداخل والإيمان في الداخل، واليهودية في الداخل والنصرانية في الداخل، والإسلام والفطرة في الداخل، مو هذا اللي قدامك تقول هذا المسلمين هذول لأنهم ينطقون. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل، علشان يبين هذا غلط، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني أحباؤه لا يعذبهم بذنوبهم. طبعا هذه كلمة غريبة وتهز البرمجة. إما تطير البرمجة ولا خليها وأبعد الحق على كيفك. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، إذا أنتم أحباؤه ما يعذبكم بذنوبكم. يا سلام، ليش؟ لماذا؟ لأنه إذا أحب، تحب الله، أحباء الله مثلا، أحباء الله يحبون الله، ما يحبون غيره، لازم من الاثنين، لا إله إلا الله، يحبون غيره على مستواه فاني ومسخر، فاني فاني، ما مو معاك هذا اللي انت شايفه، ذا هو مستقل. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فرادى خلقناكم، لكن البرمجة أنه هذه هي الحياة الدنيا سوت مصايب، لذلك أهل الأرض أكثرهم غير مؤمنين. الآن الأنبياء يأتي ومعه واحد، يأتي وما ليس معه أحد، يأتي ومعه كثير قليل، يعني 950 سنة يدعو إلى الله، سيد النوح معاه 80 أسرة بس، الأكثر في البعد المادي، لا يحب يغادر ولا يصدق أصلا. لكن الموت، ماذا يفعل الموت؟ ماذا يفعل الموت؟ ماذا يفعل؟ مثل فعل الإيمان، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. المؤمن بصره قبل الموت حديد، فاهم هذا حق هذا باطل، هذا الدار الآخرة هي الشغل، نشتغل لها أكثر ويعمل لها أكثر، والله يحبه أكثر من الفاني. فالمؤمن ولو أذنب يحبه الله، إن الله يحب التوابين. التواب يعني رجاع، المؤمن رجاع، في غير المؤمن ليست هذه عنده،
ليست عنده. لماذا؟ يا الشيطان شغال، أنت سويت مصيبة. فإذا نكتة سوداء في كيف تقابل الله وتكلم وتصلي، وقف عن الصلاة واترك الدين واترك كل شيء، مستحيل، هذا ذنب عظيم، هذا هذا. أين غفور الرحيم؟ طارت، ما يقول لك الشيطان عليها، وأنت تصدق وتمشي وراه. لكن هؤلاء التوابون، لذلك الله عدهم من المتقين. مجرمين سواهم متقين، لماذا؟ اللي عندهم صفات غير المجرمين الآخرين. وسارعوا، هذه آية تقرأ في المساجد بكثرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، جهزت يعني، أعدت للمتقين. شوف هذا حب، نداء حب، سوي لك فيلا وقصور وكل شيء لك، وخدم كله، فندق فخم، أنت تفرح في فندق واحد ولا في حمامات ولا في شيء، وأنت غير. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، ملك يعني متصرف. هذا القصر قصرك أنت المؤمن، أنت المؤمنة، قصرك جالسة فيه. وبعدين نقارن بين الملك، ملك من الملوك، ملك هولندا مثلا، ما لنا شغل بالعرب، عرب ما نبغاهم، خلينا ملك هولندا، ملك إنجلترا. فمقارنة بين هذا المسكين الذي كان هنا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا من الذين آمنوا. فهذا ماذا يفعل؟ نشوف ملك هولندا ولا بل إنجلترا جالس، قالوا له ما أحسن هذا المجلس، واحد مهندس كويس، قال له لو كان في المنتصف نافورة كذا ماء يرشها كذا أمام الناس، ممتاز، لأن هذا فراغ كثير. عجبته الملك، ملك إنجلترا، قال طيب متى تنفذ؟ متى تنفذ أنت في رأيك يعني؟ تخريب البلاط ومدري إيش، وبعد نركب بلاط جديد، ومياه من أي جهة عشان تكون مستمرة، وماكينة ومدري إيش، المهم يسوي هذا ممكن إذا مستعجلين مرة مرة شهرين ثلاثة. هذا المؤمن لو كانت المياه تجري من هنا فورا، خيالك ينفذ فورا. كما قال ذلك الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد لك طرفك، جاء. هذه جنة. فماذا يحصل؟ ها؟ فورا يأتي. بالعكس، هناك ما في شيء اسمه جاذبية، يمشي النهر الخمر من أمامك تشرب. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، ملكا يعني تصرف سريع، أنت ملك، أنت ملكة، فورا جاء موجود. مقابل ماذا؟ أنت تحصل على هذا كله مقابل ماذا؟ المؤمن مصدق. مقابل ماذا؟ مقابل عمل بسيط. والدنيا مقابل عمل كثير، تأخذ فائدة قليل ومؤقتة. لو كنت ابن ملك وصرت ملك أيضا 100 سنة، السلام، جرت من كل شيء، حتى من خاتمك، حتى من قبعتك، حتى من رصيدك، حتى من سياراتك، قصورك، بيوتك، كل لفك بخرقة كما خلقناكم أول مرة. جهد كثير، فائدة قليل. كل يوم 8 ساعات دوام مدة 20-30 سنة، بعدين الحمد لله وجدنا الزوجة والشقة والبيت، شقة 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 صاير، أو قصر، وبعد ذلك 20 سنة تمتعنا، ثم انتهى كله، خلاص تبخر كل شيء. جهد كثير، فائدة قليل. الدون الآخرة جهد قليل، وخليك ابني قصر وكل يجتهد يعني مثلك مثلهم. وإذا قالوا لك مع السلامة، انتهى وقتك، الموت، ما في مشكلة، كسبت الاثنين، ولو معاناة في الدنيا أنت فائز. لا
بس يكون فكرك هناك المعاناة تذهب. لذلك الله قال هنا فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني ما في عذاب بالذنب، لا، في رب بابه مفتوح. هذا اللي يحبون الله على طول رايح له، مثل ما تحب أمك أبوك، إيش يصير وانت طفل؟ تجري إليها، تضربك تجري إليها. الكلب هو كلب عشان تأكل فيه، صار وفي معك. لذلك الله قال شيء عجيب. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. هذا يدل، هذا يعني الكلام عن الخيل. تمسك الخيل، المجاهدين والمقاتلين في سبيل الشيطان وسبيل أي شيء يهمنا الخيل، ما يهمنا الراكب. ماذا تفعل الخيل؟ بس إشارة هكذا تقفز، جري 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 جري. والعاديات ضبحة، يعني بطنها البطن يخض وهي تجري. فالموريات قدحة، يعني حوافرها تضرب الحجارة، فتسوي دليل على أنها في الليل تمشي، فتسوي شرار شرار شرار، يقدح الحجارة تخبط في بعض من شدة الجري. والفارس فوق مرتاح، بس أداها إشارة. ليش؟ لأنه كان يأكلها ويربيها وينعمها أحسن إليها، فهي وفية معها. الآن ماذا تريد؟ شد الحبل من هنا، شد من هنا، سوي هكذا حركات بالرجول بأي شيء. هي تفهم 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 بالإشارة، أنا خدامة لك. فلما جاء الجيش سيوف، تعشف تنظر هي سيوف وقتل، هو أخرج السيف وبيقاتل. فوسطنا به جمع، وسط المعمعة هذه يتخش به. أمرك يا سيدي يا حبيبي يا عيوني. إن الإنسان لربه لكنود. ربك العينين منه، القلب ينبض منه وأنت نايم. كن كالخيل كن كالخيل. ابن آدم غريب، يعني كن كالخيل يكون لك عبد الآبدين. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير يعني غافل عن الله بالخير اللي هو أداك إياه، هو تغفل. مثل الفرس هذه لو كانت مي وفية، بس ربنا مدحها كل الخيل كذا. ماذا العلف؟ أعطيتني العلف، شكرا لك، يلا أكل أكل أكل، يلا نريد حرب الآن. لا حرب إيش، أنا أكل، أنا أريد أشرب. هي ذاهبة معه الحرب، قالت أوه هذا نهر أريد أشرب. يمشي بها كذا تقول له لا هنا. ما رأيك؟ هكذا نحن نفعل مع ربنا. ربنا هذا رب الخيل، سيدها المهتم فيها وفت معاه، والكلب كذلك والحمار كذلك. ربنا بس علشان يعني يقول لك شوف خليك زي الخيل، ولا كان قال لك كمان في الحمار شان. شر البلية ما يضحك، هذا زمان غريب غريب غريب. فما دام في حب متبادل بينك وبين ربك، ها، ما في ذنوب، ما في ذنوب مو معناته ما تذنب، تذنب ولكنك ترجع له فورا، وهو إذا رجعت له إيش يسوي؟ إن الله يحب التوابين، يعني مش معقول يحبك وما يغفر لك، مضمن المغفرة. فلما يعذبكم بذنوبكم، هو لا يعذب هؤلاء بذنوبهم. نذهب نرجع مرة أخرى إلى الجنة، هذه شغلتنا شوي.
سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين الذين الآن جاءك فصل لك، حط لك أربع أصناف، هو مو أربع أصناف بس الآن اسمع، الذي أعدت للمتقين الذين، دائما توقف عند هذه، ينفقون في السراء والضراء. أوه صعبة، في السراء ممكن يعني ندي ريال ريالين أو دولار دولارين هنا هنا هنا، هذول ينفقون شيء ثاني، ينفقون في السراء والضراء، برضو يحب ينفق. أصبر أنا خلي أخي هذا، هذه مستوى عالي، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. صعبة، بالعكس الناس لا يحبون كاظم الغيظ، كاظم الغيظ ماذا تفعل هكذا؟ هذا يسبك يشتمك وانت زعلان لكنك تكظم غيظك، عند الله محبوب، عند الناس. والعافين عن الناس، يا لطيف. طبعا ما تقدر لا تقول في التعليقات ياتي يقول والله ما اعفو انا سويت كذا، يعني لازم اعفو؟ لا مو لازم، تبغى المرتبه ذي فيه، ما تبغاها في مرتبه اخرى في، خذ حقك تفضل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هذه ثلاثه، والله يحب المحسنين، هذول المحسنين، يحب المحسنين. طيب ممتاز، معناته نحن ضعنا، جيب لك الرابع. الرابع ليس هو بالترتيب واحد اثنين ثلاثة، هذا واحد اثنين ثلاثة، لكن الرابع أقل درجة، يعني بينهم في درجات، كن من هؤلاء أو كن من هذا وانت ماشي مو مشكلة، بس تكون الأساسيات ثلاثة موجودة عندك. ما هي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أول شيء إيش؟ ذكروا الله على طول، ما يقول صاحب الآن الله لا نذهب إليه، هذا سويت جريمة، ويلي 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 ويلي، ثم يأس تقفيل الباب، هذا من الشيطان يريد يغلق الباب بينك وبين الله. باب الحب لا يريده، لا يريدك تغوص فيه، لا يستطيع يلتحق بك بعد ذلك. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، هو هذا هنا ما يستطيع، لذلك لا يريدك تدخل في هذا الباب، تضع فاصل، الباب يغلق عليه، لا يستطيع يأتيك بباب الحب. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لماذا قيلت هنا؟ يعرفون أن هذا الباب مفتوح 100%، من يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنوب سواه، الباقين يغفر لك مرة مرتين 10 20 مثلا، ممكن تجد لك، نادر ها يسمح لك غلط، طيب معليش يضحك لك كل شوي أنت تغلط 20، من هو تغلط في حقه، ما تغلط في حقنا، تغلط معاه هو، فأنت تغلط مع الله. أقول لك من ما في أحد غيري، تعال مهما غلط تعال، من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يعني إذا كررتها وأنت لا تعلم مو إصرار، إصرار أنك تقول أيوة بكرة بنذهب المكان الفلاني، بعده بنذهب المكان الفلاني. فهنا تفاصيل موجودة في الفيديوهات، ابحثوا. فهنا معنى هذا الكلام، قل يا قالت اليهود والنصارى، احفظ هذه الآية، احفظ معناها، نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لأن ما عندكم حب. لأن الله هنا يحب التوابين، يريد يحب ويغفر، خليك شغال. مع سيدنا سليمان عليه السلام، ابتلي ورسب في الاختبار، ألقينا على جسدي على كرسيه جسدا، تفاصيل موجودة في هذا، هو الله ما يبغى تفهم هذه، حطها كذا بس، ما اتركها، تجاوزها، هناك في كنز، بعد ذلك في كنز. فظن أنما فتناه فاستغفر ربه،
فظن أنه ما فتنا، قال ربي اغفر لي، ربي اغفر لي كلمتين، وهب لي ملكا. واحد دوب راسه بيقول سامحني أعطيني ملك، أعطيني ملك، يعني الباب مفتوح، ما يقولوا في ذنب أنا أوقف، لا، في ذنب اغفر لي الله، أنا كذا طبيعتي، خليني معك كذا مذنب وأنت تغفر لي، الآن أنا أريد كذا أريد كذا أريد كذا، أطلب. لكن الأبواق، ها، الأبواق الإنسية الشيطانية كثير بأشكال مختلفة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والناس لا ننسى، نقول الوسواس بس من، لا، وسواس من الناس مدمر أكثر من الشيطان، لا يصفد في رمضان. هذا عن اليهود والنصارى ومن طيب، فنحن كلامنا كان إيش؟ نعطي الزبدة، ما أعطينا الزبدة، نحن دخلنا في الموضوع. الزبدة المرض المصيبة الطلاق كل شيء، كل شيء آخر، تسلط العدو، ها، والنكد كبير صغير، ها، هو رسول، هذا الشيء رسول يحذرك ينبهك من الله، مش فلان اليهودي فلان النصراني عدوي جاري صديقي، خلي هذا على جنب، هذا كله مؤقت، الأسماء دي الأصل المحرك لهم الله، يحركهم ضدك لأنه يحبك، رسول، هذا اللي رسول، افهم الرسالة، ها، كل واحد سألته يفهم، هو يفهم إذا يريد، إذا ما يريد يقول لك أنا علشان أذنبت يفعل هذا، لا، أذنبت استغفر يروح يمسح حقوق العباد، قل يا ربي أنا ما عندي الآن إن شاء الله إذا جات أحد، وتوب، مو تقول أول أخلص الحبوب كما قيل خلص حقوق الناس ثم توب، ما خلصنا، طيب يبغى لها فلوس كثيرة أو يبغى لها شغلة، أدور هذا الإنسان في أي بلد، أو أقعد مهموم الحياة هذه بهذا الذنب، أرجع له وأقول له عندي مصيبة كبيرة ما أنا قادر أردها، سهل تضبط إذا رجعت له أول، مو غلط أن يقال ما ممنوع التوبة، حتى ما في، حتى الذي قتل 99 يبحث يبحث يريد الله، فجاء لرجل قال له أنت رجال طيب، قال له أنا قتلت 99 هل لي من توبة؟ توبة يعني رجعة لربي أو هذه حاجز؟ 99 قتل قتل، يعني يمكن في السنة مرتين ثلاثة يقتل أي واحد يغضب طخ، ما في مشكلة، أرض شريرة وهو خير وما يعرف الخير، هو لا يريد هذا الشر، شوف هذا الموجود في الباطن ما حد يشوفه، الخارج قتل 99، الباطن يغلي بشيء ما لا يروه الناس، يحكمون عليه شرير لكن الله جاء به، فقال 99 ونفس واحد قال له طيب يلا طخ 100، الآن يبغى 99 مطوع شيوخ، فذهب يبحث في هذول الشيوخ، قال فلان يا الله ذهب إليه أنا قتلت 100 هل لي من توبة؟ قال من يحول بينك وبين الله؟ مفتوح، هذاك أغلق، هنا مفتوح، هذا الحقيقة أنه مفتوح، مهما بدا منك مفتوح، لا يضحكون علينا ولا الشيطان يضحك، فقال من يحول بينك وبين، لكن هذا البلد سيء، ما دمت فيه تسوي كذا، ما في إنسان كويس إلا أنت، بين هذولا وعندك حمية قتل، اذهب إلى البلد الفلاني فإن فيهم قوما صالحين، عبد الله هناك،
ما قتلوا، تركوا، دلوا على الباب، ذهب فمات، ما عمل شيء ولا قابل الناس، عمله كله شر. جت ملائكة العذاب وجت ملائكة الرحمة، سمعوا يسمعون يعرفون هذا الشيء اللي حصل، قالوا هو تاب إلى الله، قالت ما عمل خيرا قط، نحن أولى به، يتخاصمون. فأوحى إليهم الله، قال قيسوا ما بين البلدين. طبعا ربنا يقلب الموازين لصالح الرحمة ليس الغضب. فقال لهذه الأرض تباعدي ولهذه الأرض تقاربي، القياس غلط، في مصلحة يدخل جهنم. تقاربي تقاربت الأرض، تباعدي تباعد، يقيسوا حقين العذاب بعيد، وهذا القاس هذا قرية قريبة، أخذت ملكة الرحمة ودخل الجنة. هؤلاء المئة هو يتفاهم معهم ربنا، مقابل هذا ماذا تريد؟ خذ خذ، نسينا الدنيا ودخلنا الجنة على السماء والأرض. يمكن بسببه هؤلاء المئة يدخلون الجنة، معهم هذا الشيخ يدخلون الجنة. لماذا؟ ما يريد يدخل النار، الله يحميه مؤمن. وهذا الكفر لا بأس، ادخل الكفر، غفر الله لك، أغفر لكم وسامحكم ودخلكم، لأجل عين تكرم مدينة، لأجل واحد يكرم مئة. فما هذه بس مشوها، إذا ما فهمناها نتركها. طيب هذا كله الخلاصة، ما صارت خلاصة، المرض، المصيبة، الطلاق، تسلط العدو والنكد، كل شيء. رسول كائن، كائن مرض هو كائن، عدو هو كائن آخر غير ما تراه، فشل كائن موجود مسلط عليك، مسلط ليس لأذيتك، ليس للنكد، ليس لعلو كلمة هذا يحبها الله حط فوق وأنا مسلم يحطني تحت، ليس لهذه الأسباب. أنت عندك مشكلة، رسول يحذرك، كائن يكلمك، المرض يكلمك، والحادثة هذه مهما كانت ما نطول فيها، نخلي المرض معانا بلا شيء، الحروب نفس الشيء، يحذرك الرسول هذا من الله، من الله مرسول. نحن مطلوب منا في الإيمان أن تؤمن بالقدر، خيره وشره من الله، خيره من الله، خير القدر اللي يحصل، الحدث الذي يحصل لك من خير من الله. طبعا الناس تقول لي كويس شكرا نستمر، وشره نكد، طلاق، خسارة، فشل في مشروع، مسلط علي هذا الذي ليس مسلم ولا أنا مسلم طيب معاك وانت تسلط علي شرير، كل واحد شوكة واحد في موجود عندنا فيديو اسمه رسالة المرض، هذا واحد ثاني كمان، لأنه متغلغل فينا برمجة وخلتنا ما نفهم الدين. نؤمن بالقدر خير وشر من الله، كلاهما الخير الذي يصيبك والشر الذي يصيبك، كلاهما من أجلك حبا، ودليل حب واهتمام من ربك، المصدر لهذه الأشياء حوادث هو الله اهتماما وحبا. وقال لك في سورة الكهف تقرأها كل أسبوع إن أحببت، يعني بعض الناس ما يقرأ المشكلة، لكن وصية تقرأها كل أسبوع. ليش؟ فيها رجل قتل غلاما وبعدين فسر، قال هذا الغلام لو بقي يصير كذا، هذا سوينا كذا لأجل يكونوا صالحين وهو يدخل الجنة، وكمان يجيهم ولد صاروا أربعة في الجنة، بدون قتله يكون هذا الغلام مصدر خسارة له ولهما وللأخ الجاي. إذن تؤمن بالقدر خير وشر من الله، لخير يريده الله، ليس عشوائي ولا عبث، الذرة الواحد الشوكة تشاكى من الله. شوف شوف عن الشوكة،
تجي في الطريق، تأتي في الطريق، إن جاءت ولا موجود حديث عن الشوكة. المؤمن ما يصيبه من هم وغم ولا نصب ولا وصب ولا شوكة حتى يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. في أشياء عندك هو شغال لمصلحتك، ربك بالأقدار شغال لمصلحتك، ثق بهذه، يجي حب، ما يجي كراهية، ما يجي تعيش حياتك سعيد. خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في لعب، ما يصيبك كله بقدر. لماذا يسلط عليك هذا الحاكم؟ بقدر. قد جعل الله لكل شيء قدرا. إما الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، هذا ابتلاء. نحن لا نعده ابتلاء، نعد بس السلبية، الإيجابي لا، الإيجابي من حقنا. لا، ابتلاء هذا وهذا، الله ينظر الحياة أبدية، ما ينظر حياتك هنا في الدنيا. إذا ما ابتلاه فقدر، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه، ابتلاه أيضا فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. كلا، هنا ما قال هنا نع أكرمه ونعمه، هنا ضيق عليه، لا، قال قد قدره، يعني بالتقدير يعطيه، ما يموت، ما يهلك، رزقه سواء صحة موجود، عايش، هو عايش في المرض، عايش ومريض، عايش. رزقه خسارة، عايش، مقدرة بحيث أنها ما تدمره. هو يظن أنا مدمر، لا، وين يكون التدمير؟ التدمير بعدين، لأجل رسالة. لأجل ماذا؟ سنقول، قلنا في ذلك الفيديو. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت كسبت عملت سيء، لا، ليس المشكلة عمل السيء، لا لا، مو مشكلة، السيء تقول استغفر الله يروح، كبروا علينا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليس معناه ما يصيبك هو مكتوب عليك غصب عنك، ولو فعلت تبغى طريق آخر ما في، مقفل، لا، لست مجبورا من الله على أنك تمشي في هذا القدر، لا، أنت اخترته، هو مقدر الخير ومقدر الشر، أنت اخترت مشيئة ولا أبيت. ومن الناس من يدعو، الإنسان يدعو بالشر والخير، يدعو بالشر، كيف؟ مو يقول يا ربي شر، يا ربي شر، لا، هو ماشي في الطريق اللي يوصل للشر، هذا الدعاء. والماشي في الطريق اللي يوصل الخير، هذا دعاء، وإن كان ما يدعو كثيرا الإنسان لكذا. مسألة ليست ألفاظ، مسألة حياة، معيشة وداخلك الباطن. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ظهر الفساد في البر والبحر، خليه فيك، بما كسبت أيدي الناس، كسبت أيدي بسبب القلب، الجذر. نحن نتكلم عن الجذر، لا نتكلم عن الظاهر. الناس يتكلم عن الظاهر، يقول اعمل صالحات، انتهي عن السيئات، ما عندك ولا سيئات، عندك صالحات، منهيات مضبوطة، لا، ما ضبط، خليه في المنهيات يكسرها، بس في الباب مفتوح. هذا يمشي ومنتهي عن المنهيات والباب مغلق، هو أغلقه. يقول الله سبحانه وتعالى كمان، هذا دليل حب الرسول، حب ما يصيبك. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في مقصد، ما في تعذيب بلا مقصد. المصائب تعذيب، كلها تعذيب، تعذيب. أنت مؤمن بالآخرة؟ تزول،
مو تزول، لا تصيبك المصيبة، قد تصيبك لكنك تنظر كأنه يعني كأنه يعني حشرة صغيرة، ليست عظيمة، حشرة صغيرة وفعلا تزول، حتى الحشرة لا تبقى. أيها الحديث، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ألا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا من هم أولياء الله؟ فسرها لك، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون فيهم الأربع الأصناف، منهم يفعلون الفاحشة ويظلمون أنفسهم لكنهم يذكرون الله ويستغفرون ولا يصرون. إذن من اللي يدخل النار؟ من المجرمين. المشرك لا يغفر الله أن يشرك به، واحدة. الثاني الذي لا يذكر الله ويستغفر ولا يصر، هذا كله في جهنم. الباقي لا، كله إلى خير. الذين آمنوا إذن أولياء الله الذين آمنوا كانوا يتقون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندك خوف، عندك حزن، إذن عندك مشكلة في هذا الباب. لهم البشرى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. واحد يبشر ولو ما يعرف بالنص ماذا يقال، إحنا يهمنا إذن، لا في القلب على طول، ملائكة تشتغل كذا، ما تشتغل لغات، تبشر. فإذا يحدث عندك من البشارة اللي وصلت القلب يظهر على الجسد على المؤمنين، استبشار دائما. تشوف حدث حادث وانكسرت السيارة وهو قدر الله ما شاء فعل، أنا كنت حريص، قدر الله ما شاء فعل. فإذا ماذا تفعل؟ إنا لله، إنا لله، وما نملك كمان معانا لله، وإنا إليه راجعون. هناك شغلنا، ليس خسارة وجاء وذهب، تجي سيارة غيرها، وفعلا هذا يعوض وهذا يكرم وهذا ينعم في الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما اتخذتم من دونه أوثانا مودة بينكم. كيف تصير مودة مع حجر؟ دليل على أن المودة هذه أي شيء من دون الله تصير مودة. أنت صار مودة مع الحجر أو النجم أو الشجر أو التمر مصنوع على شكل صنم، هذا أول. الآن الناس والبقر ولا أي شيء أول وموجود الآن قلة، ولكن ما في عبادة. تلقى واحد مخترع كبير ياباني ولكنه يذهب يسوي كذا مع الطقوس، بوذا صنم قدامه يروح يسوي طقس معه، أو هندي يعمل هذه الطقوس، صارت طقوس، لكنهم يعرفون هذا الشيء، أنا بجهدي أنا كذا أعمل أنا أسوي. إنما اتخذتم من دونه أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. مودة هذا أيوة ينفع، هذا يضر، صنم أو سبب، كل سوا. لا يقول لك السبب ما أدري إيش فيه والصنم ما أدري فيه، لا، شيئا يشرك به شيئا فتحها، مو صنما وثنا. لا تشرك بالله شيئا في الحب، افهمها، في الحب والتعظيم. قل إن كان آباؤكم، شوف آباؤكم صار صنم، أبناؤكم، أبناءك فلذت كبدك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
الله لا يهدي القوم الفاسقين، مغلق الهداية عن هؤلاء الناس، وإن كانوا عندهم العبادات وإن كان كله أول شيء. هذا أول ركن، أن تشهد أن لا إله إلا الله. تشهد يعني لا تشهد غيره، لا تشهد، لا يضر لا ينفع لا يعز لا يذل ولا يتقى ولا يخاف ولا يرجى ولا أي شيء، إيش ما عنده شيء مسخر. تشهد أن لا إله إلا الله فقط، لا يأله قلبي غير الله، لا يأله الغير، هذا كله أباء أبناء أزواج عشيرة، سيارة بيت عمارة أرض وطن، كله أنت رقم واحد يا ربنا. أنت يعني إيش تؤمر؟ هاجروا هاجروا، قاتلوا قاتلوا، لكن الخطاب لمن؟ كن من أولئك، تفهم تفهم الخطاب أنه هذا حقي لي أنفذه إذا كنت من المؤمنين. خطاب القرآن كله إلغي أنه خطاب إلا للمؤمنين، إلغي نهائي. أحصل على الإيمان، أول ركن في الإسلام، أول ركن في الإيمان أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا المهمل، الباقي ما شاء الله شغالين في الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى آخره. فما هي الرسالة من وراء هذا كل اللي صاير في العالم الآن؟ كثرة الرسائل، حروب وانتفاضات ولا زالت تزيد، ما يفهمون أنها رسالة، يفهمون أنه هذا قوي هذا ضعيف هذا هذا، وانشغلنا بالأسباب بالوسائط التي يستعملها الله، نسينا المستعمل لها، هجرناه، انشغلنا به، سواء كان مستعمل بها في الشر أو مستعمل بها في الخير. أعطانا الله، أعطانا بواسطة كذا ونشكره، لكن قلوبنا معلقة مع الله ليس به. يوم الأيام يقول مع السلامة، يقول مع السلامتين، نحن إيش عندك؟ أنت مسكين، أنت محتاج، بك الله كان ينفعنا. الآن ذهب، ذهب مثل ما قالت واحدة من النساء، ذهب المرزوق وبقي الرازق لما مات زوجها. إذا نشوف آية أخيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. لاحظ، من يرتد منكم عن دينه، نسب كلمة دين له، هو ارتد عن دينه، لم يرتد عن دين الله، لأن دين الله رحمة، دين الله حب، دينه هو أخذه من مصادر أخرى، فلذلك الارتداد ما يكون عن دين الله، مستحيل مستحيل أحد يرتد بعد أن دخل، بعد أن دخل في الحب والتعظيم وعدم تعظيم غيره، مستحيل. خلاص هنا السعادة، هو يجد لذتها من أول يقوم، أشهد أن لا إله إلا الله يحصل عليها. لكن الذي أخذ بالإرث، جدد الآن، صفر، مو صفيرة كذا بالصفيرة، لا، صفر يجعله صفرا ما قبل، ودخلت الإسلام الآن. كل يوم جدد، كل يوم تقول اهدنا. إذن يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه، كيف يعملون الذين يحبون الله ويحبهم الله؟ كيف يعملون؟ قال لك أنا، أذلة على المؤمنين، أذلة أذلة كذا، ما دام يحب الله وعالم، أذلة، يجي مؤمن يقول أهلا نخدمك، ماذا تريد؟ الباب تو مفتوح. واحد ثاني ما عنده أذلة للمؤمنين، هذا مؤمن جاي يقول قتلت 99، قال له راح أنت في جهنم، قال له والله معايا. علاماتهم، أذلة على المؤمنين، أعزة، مو أعزة يعني نرفز، لا، جاء خلاص عنده عزيز لا حاجة، هذا ليس أذلة تطلب منه أي شيء،
أعزة على الكافرين، ما نقول أعزة على الكافرين، معي سلاح أضربك وسلاح أخذه من خويه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لا أحتاج أحد، أنا غني بالله بكل شيء. حتى في الحروب قال إيش؟ أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما استطعت أنت، ما تستطيع، لا تأخذ، ممنوع تأخذ من الغير. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. مو كل واحد يعني خلاص هو مع الله. أول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم أسس في مكة 13 سنة، سنين قراءة القرآن فقط، ما في مصدر آخر، في دار الأرقم قبل الصوم ما في، حج ما في، زكي ما في، حجاب ما في، كله افعل ما شئت بس ضبط الأساس. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هو يعطي من يشاء، يشاء يمشي. شوف الضرب الصح ضرب. الكبر ما هو الكبر؟ الكبر هو اللي دمرنا. كبر ليس يعني عندك مال أكثر من الآخر، عندك ملابس تفتخر على الآخر، عندك سيارة، هذا ينظر إن هذا لعب وله. إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رد الحق على قائله، هذا كبر، هذا كبر. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة منه، ذرة من كبر. كيف اللي عنده جبل ويقول قال الله قال رسول الله؟ الكبر بطر الحق وغم ورد على قائله، والغمط الناس احتقارهم لسبب ما، جنسيته أو قبيلته أو لونه أو لأنه أنثى أو أنثى تحتقر الذكر، يعني لشيء آخر. منتشر الكبر بنوعيه، الكبر وغمط الناس منتشر. ليش؟ لأنه أفهم معنى شيء ثاني خلاص، إذن خرب المعنى. الكبر موجود لكن معناه غلط، الصلاة موجود معناها غلط، الله معناه كمان غلط. كل شيء لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، صلاة زكاة صوم الله رسول الله، ولا من القرآن إلا رسمه. يلا اقرأ كم ختمة كويس، هذا مع وجود الإيمان يطلع مراتب عالية. الصلاة الزكاة الصوم والحج في كلها أنوار، كلها أنوار، لا إكراه في الدين، كله حب. نقرأ آية كذا يعني خارج السرب شوية ولا من بعيد. يقول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم، تبغوا آيات ما يكفيكم، آية عظمى، أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هو أصلا نور وروح، فجعل الله منه شيء في المادة، يسمع ويقرأ. أولم يكفيهم أن أنزلنا، أعظم الآيات التي يريدونها من فلق القمر ولا شق الأرض ولا أضرب بعصاك البحر فانفلق، كل هذا أعظم، هذا أعظم بين يديك. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة
وذكرى لقوم يؤمنون. رحمة وذكرى، رحمة وذكرى. ذكرى لأنه كل شيء مخزن فيك، هو يطلع ما فيك من خيرات ومن قوات وكل شيء. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. شوف إيمان وكفر تجي في كل شيء، آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وعكسها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها، متصل. ايش معنى لا انفصام؟ يعني في اتصال، اتصال قوي عالي. هذه الصلاة الدائمة إذا غير موجودة لا تفيدك الصلاة الحركية ولا الصوم، امتناع عن الطعام والشراب، لا يثمر فيك. مو معناته ما يفيدك، لا يثمر فيك، أساس مو موجود. العروة الوثقى طارت من زمان أصلا. فهذا نحن نوح لإحياء العروة الوثقى في حياتنا. إن جاءت كل شيء ماشي، ذنوبك تبغى باب الحب، إذا أذنبت موجود باب الحب للمحسنين وللمذنبين موجود، لم يغلق إلا أنت أغلقته لا بأس. إلا إذا تأخذ برمجة من غير ربانية من أهل المادة المؤلفين العباقرة أنت حر. وإلا الإسلام بسيط، الدين بسيط، ما جاء الله بهذه الأوامر والنواهي لأجل يعني التشديد علينا، لا. بس إذا أخذناها بطريق صح، بطريق منه من المصدر على طول، لا تأخذ من بعد المصدر. فنحن من نؤذي بعضنا ونؤذي أنفسنا. فرسالة المرض هي هذه، ما هي؟ بسيطة، ترى بسيطة جدا جدا جدا، إذا نفذتها راح المرض، راحت الشقاء، راحت المشاكل، وتكون عبدا لله. مكونة من جزئين الآن نقولها، تكون لا خوف عليك ولا تحزن أبدا. قرأنا الآيات، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويجعل لك مخرجا، لأن عندك التقوى، بسيطة التقوى تقدر تحصل عليها، بسيطة. خذ شهادة التقوى، خل الباب مفتوح، بس هي مشيئة بسيطة. يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق ما تشيل هم، المؤمن لا يشيل هم الرزق. الذي يقول أنا مؤمن وعندي الرزق كرب هو كاذب، وليس الله الكاذب، هو كاذب. لو قال لك أنا يا أخي والله، قل له ما تقول أنت كاذب أنت، بس قل له في شيء ناقص بالحكمة. شفت أبسط من الدين ما فيه، تدخل جامعة وتدخل تأخذ دكتوراه وبعدين 20 سنة تتمتع بهذه الأشياء بعد التعب المرهق هذا. والعشرين سنة أنت تداوم صباحا كل يوم تداوم إلين الموت يجي خلاص، لكن للآخرة ما في هذا الشيء، خلود أبدي في النعيم. طيب، فالرسالة حاجتين بسيطة بسيطة، لو أتقنتها اجعل حياتك من أجلها، اجعل شهر شهرين ثلاثة، حط خطة نمرة واحد وامشي في حياتك. يعني مو تقول خلاص اترك هذا وامشي هذا، لا اترك، امشي مع الاثنين، لأن الثاني هذا عبادة بس انت ضايع عنها. بعدين تفهم انه اذهب شغلي كل يوم انما بمتعة، كأنك في الصلاة، الله أكبر، أنت ذاهب في العمل 8 ساعات، هذه عبادة كامل، 8 ساعات مسجل لك. لكن الذين في البعد المادي لا يعرف أنه مو مسجل لي، حتى أقول الله أكبر وأدخل وهو يمكن ما مسجله، بعدين يبان عنده.
فأول شيء أحصل على العروة الوثقى، حاجتين، نمرة واحد، نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة ثمانية تسعة عشرة، تمام؟ من واحد لين عشرة، أن تكفر بغير الله ولا تؤمن به، أن تكفر بغير الله ولا تؤمن به، قبل الإيمان خليها بعدين، بعد عشرة، هذا الأساس اللي يعكسها لك، يقول لك آمن بالله ويسكت، هذا يضيع، قد يعطيك عقيدة هذا كبرها تحفظها غيب، لكنك ما دخلت في الإيمان، ما دخلت في البعد الرباني، أنت في بعد المادة اللي فيها كل الخلق، يهود ونصارى ومجوس ومسلمين، لأن الهدف الإيمان ليس الهدف مرتبة الإسلام، مرتبة الإسلام، دين الإسلام هو فيها الإيمان. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا، هم مسلمين يقولون آمنا، قال لهم لم تؤمنوا، خليك مسلم، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، ما حد يمن، هذا بسيط، هذه قشور، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، إذا تريد اذهب هناك، أخرج من البعد الذي أنت فيه. فإذا أول واحدة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة عشرة، تكفر بغير الله ولا تؤمن بغير الله، لا تعظيما ولا حبا ولا انتماء، حر، تكون حر. أتقنت هذه، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، رقم 11، أن تؤمن فقط بالله تعظيما حبا انتماء، أنت عبد الله، أنت أمة الله وحده لا شريك، تعظيما وحبا وانتماء وتعلقا بغير الله ما فيه، بالله فقط. الذين آمنوا أشد حبا لله. نقرأ الآية هذه نختم. ومن الناس، مو كلهم، من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا، استثناء من الناس، والذين آمنوا أشد حبا لله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. الذي يريد يعني يتمرن، موجود كورس كامل، حط لك شهر، شهرين، سنة، مع شغلك نفس الشيء، قول هنا جدول، رقم واحد هذا، مع، وتشوف أمورك تزدهر اللي أنت فيها، وتشوف المرض ينسل، لكن مو مقصودك المرض يروح، لا، هذا يسمونهم الله، سماهم الله من الناس من يعبد الله على حرف، عنده نية خربانة. أول فيديو في الكورس إخلاص النية، النية الخالصة هي زر تفعيل الإيمان، لن يتفاعل إلا بها، مو تتوقف عندها، لا، امشي امشي امشي، بعد ما تخلص الكورس تفهم معنى الإيمانيات. كورس مجانا، قناتين مجانا، وقناة بفلوس بسيطة، لأجل أن في يعني تقسيمات شوية مقسمة وشيء، وما في إعلانات، التليجرام ما في إعلانات، على راحتك، يستحق أقل شيء، إذا نقول مرة مبلغ تافه، $1,000,000، شوف كم نفر يأخذ الكورس نصير مليونير، الحمد لله أكثر مليونير، لأن الملياردير، مو المليونير، ملياردير عنده كم، كل المليارديرات عندهم كم، الدنيا كلها لا تعدل عند الله، جناح بعوضة، جناح، شوف واحد جناح، هي لا ترى بالعين إلا بالقوة، جناحها كمان، وهذا الذي ملياردير عنده قطعة صغيرة، ما
من الجناح. ليش؟ كله مؤقت. بعدين سليمان عليه السلام ملك هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، طار بموته، طار كل شيء، لأنه هو ما يقصد هذا، يقصد ببين بعد ما فتن في الجسد الذي ألقي على كرسي وإيش صار، قال ربي هب لي ملكا، أنا أريد أثبت أني أنا قدها وقدود كما يقال، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، أتحدى العالم كله إلى قيام الساعة ما يحصل على هذا الملك، ورغم ذلك أنا عبدك، قلبي لك. هذا يريد الله رجال، رجال مو رجال يعني ذكور، لا، رجال من النساء ولا الذكور، من الذكور ولا من الإناث، اسمهم رجال، همة عالية، فتية، يريدون الله والدار الآخرة بس، المجتمع ضدهم، مجتمع ضد، خليه بعدين ينقلب كل شيء بعد ذهاب الجسد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين.